اختتم أمس الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة بمحافظة مطروح، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي، وشهدت المنافسات في الألعاب الفردية والجماعية خماسي كرة قدم وكرة السرعة والسباحة وألعاب القوى وكرة اليد، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح. وعقب الانتهاء من المنافسات تم التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة. يقام عرس رياضي كبير على أرض محافظة مطروح، وهو أولمبيات المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة لعام 2023 برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله كانت الأولمبياد النهارده يعني منافسات رياضية شريفة وفقرات ثقافية وتوعية وندوات من اشتراك جميع شباب محافظات الحدودية الستة.